أهلا بكم. أحرزت قوات الشرعية اليمنية تقدما جديدا في مديريتي باقم والظاهر بمحافظة صعدة بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. تقدم قوات الشرعية دفع الحوثيين إلى سحب مقاتليهم من جبهات عدة للدفاع عن معقلهم الرئيسي في صعدة. من صعدة معقل ميليشيات الحوثي تتشكل ملامح هزيمة أتباع طهران عسكريا وسياسيا، فقوات الشرعية وبإسناد من التحالف العربي توسع من جبهتها في تلك المحافظة الاستراتيجية لتفتح جبهة جديدة في مديرية الظاهر وتتمكن من السيطرة على مواقع استراتيجية بعد أن كبدت المتمردين خسائر كبيرة. وبمجرد فتح جبهة رابعة في صعدة إلى جانب جبهات باقم وكتاف ورازح، تكون قوات الشرعية قد شددت الخناق على ميليشيات طهران في صعدة من الجهتين الشمالية والغربية للمحافظة. وتأتي العملية العسكرية في مديرية الظاهر بعد ساعات من إحراز قوات الشرعية تقدما في محور مديرية باقم شمالي صعدة واستعادتها مواقع عدة. هذه التضاريس الوعرة لم تشكل عائقا أمام هجوم جنود قوات الشرعية في المرتفعات التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. نستولينا على التبة الحمراء المطلة على آل سبحان، وإن شاء الله النصر قريب وقادمين قادمين، وعدوانا المنهار منهار. هذه مواقع عسكرية في منطقة مندبة بمديرية باقم كانت حتى وقت قريب تحت سيطرة أتباع طهران، باتت اليوم بيد قوات الشرعية وتتخذ منها نقطة انطلاق لطرد الحوثيين من مناطق مجاورة. كما نجحت قوات الشرعية في استعادة هذه السلسلة الجبلية من قبضة الحوثيين بمؤازرة جوية من مقاتلات التحالف العربي. ونقول للحوثي أنتم الآن تحت مرمى نيراننا، وهذه تعتبر استكمالا إلى الميسرة والميمنة وتبت صدام. نحن الآن نقول لهم آل سبحان تحت مرمانا، جناح الصاغر الآن نحن متواجدين فيه مع التبة الحمراء مع القلب مع الميسرة مع تبة صدام. ويرى عسكريون أن التقدم الذي تحققه القوات في محور شمال وغربي محافظة صعدة سيسهم في انهيار الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، خصوصا بعد أن لجأت لسحب مقاتليها من جبهات أخرى للدفاع عن مواقعها في معقلها الرئيسي. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من مأرب الخبير العسكري والاستراتيجي لواء محسن خسروف. حضرة اللواء أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. بعد باقم وكتاف ورازح الآن تفتح جبهة جديدة في الظاهر، ما أهمية توسيع هذه الجبهات برأيك؟ شكرا جزيلا. جبهة صعدة من الجبهات الحساسة، يعني محافظة صعدة من المحافظات الحساسة جدا سواء بالنسبة للإنقلابيين بشكل عام أو للحوثي على وجه الخصوص، فهو يقول أنا أو يوحي بأنها معقله بشكل مطلق ولا شريك له فيها، مع أن هذا الكلام غير صحيح. صعدة فيها مقاومة أو فيها رافضين وفيها معارضة تقاوم مشروع الحوثي بقوة. الآن المحافظة من اتجاهات رئيسية ثلاثة، يعني شمال شرق وغرب وشمال أيضا، جبهة الظاهر الجديدة بعد جبهة رازح وجبهة البقع ومندبة وغيرها، بالإضافة إلى الجبهة الرئيسية المتاخمة وهي طبعا تتبع محافظة حجة ولكنها مهمة في ميدي وحرر، بمعنى أن محافظة صعدة أصبحت متوقعة من اتجاهات متعددة وتجري فيها عمليات جادة وانتصارات يوميا وسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين يوميا، الاستيلاء على أرض والحوثي يخسر أرض ومقاتلين وقادة ومعدات وكوادر يوميا. فاللي حصل في صعدة كان غير متوقع، يعني من حيث السرعة والزمن قياسي، الانتصارات قياسية، ولو استمرت العمليات في صعدة بهذه الكثافة وبهذا الدعم الذي تقدمه دول التحالف، طيب دعم اللوجستي سواء من خلال اشتراك ضربات الطيران أو الدعم اللوجستي على الأرض، سيكون للمقاتلين في صعدة شأن آخر، وأي شأن يعزز انتصارات الجيش الوطني في مناطق أخرى. واليوم ننتظر أخبار سارة جدا في أحد
الجبهات في الجهة الشرقية. طيب حضرة اللواء محسن، يعني البعض يقول بأن التضاريس الوعرة في تلك المنطقة تلعب لصالح الحوثيين، يعني إلى أي حد فعلا التضاريس ربما تشكل عائق أمام قوات الشرعية؟ والله لو أتيحت لك فرصة أن ترى جبال نهم وتضاريسها المعقدة جدا والتداخلات ومجموعة سلاسل الجبال وكيف أمكن الجيش الوطني السيطرة عليها، لما تروح مثل هذا الرأي. الجيش الوطني اليمني والمقاومة هم أبناء الأرض، هم بإمكانهم ترويض هذه الطبيعة المعقدة والسيطرة عليها. جاءتنا وفود أجنبية وصحفيين ومن ضمنها سكاي نيوز يعني، وذهبنا بهم إلى جبهة نهم، لم يكن يصدق أحد أن هذه الطبيعة الجغرافية المعقدة والتداخلات قد أمكن الجيش الوطني أن يتجاوزها وأن يكنس الحوثيين منها. هذا ما حصل وكذلك سيحصل في صعدة إن شاء الله. ليس هناك عائق جغرافي أمام الجيش الوطني بالمطلق يعني، إنما المسألة نسبية يعني. أيضا هي ربما تكون مشكلات الألغام هي من المشكلات الرئيسية التي قد يعاني منها الجيش الوطني. هي مشكلة في كل اليمن وليس فقط مشكلة الألغام اللواء محسن، مشكلة في عموم اليمن وليس يعني خاصة بصعدة فقط. ولكن البعض يتحدث عن قوات خاصة توغلت في ريف صعدة، يعني هذه القوات الخاصة تم تدريبها في المملكة العربية السعودية وتقوم بجهد كبير وقامت بتحرير عدد من المناطق على غرار الملاحيض. ما أهمية هذه القوات الخاصة التي تشن حملة على الحوثيين في معاقلهم؟ منطقة الملاحيض من المناطق أيضا الحساسة على حدود صعدة، ما بين صعدة وحجة في يعني على امتداد، يعني هي في السفوح وقريبة من سهل تهامة وكثير من هذه المناطق. القوات الخاصة التي جرى إعدادها إعداد خاص وتدريب خاص في المملكة العربية السعودية والدعم الذي يقدم من طيران التحالف والخبرات والمدد اللوجستي يساعد بقوة في تحقيق انتصارات. القوات الخاصة لم تشارك فقط في صعدة ولكنها شاركت أيضا في جبهة أخرى وأنجزت إنجازات غير عادية. الجيش الوطني اليمني أثبت منتسبوه يعني أثبتوا قدرة على استيعاب تكنولوجيا العصر عسكريا وتكتيكاته وأيضا مستويات العمليات على المستوى الاستراتيجي، ونجحت هذه القوات في بيحان وفي شبوة وستنجح قريبا في البيضاء، وهناك أيضا ما يجري في صعدة إن شاء الله. حضرة اللواء محسن، يعني إلى أي حد هذا الضغط العسكري الذي يقوم به التحالف العربي وقوات الشرعية في صعدة، إلى أي حد ينهك الآن جماعة الحوثي وبالتالي الخزان البشري ينفذ وبداية سحب عناصرهم من مختلف الجبهات ويعني والذهاب بهم إلى معقلهم في صعدة برأيك؟ أنا أتمنى أن لا يتمكن الحوثي من سحب أي مقاتل من أي جبهة، ومعنى كلامي أنه ينبغي أن تشتعل كل الجبهات في زمن واحد، يعني ينبغي أن تشتغل في نفس الزمن جبهة نهم وصرواح والبيضة والجبهة الساحل الشمال الغربي وتعز ولحج وكذلك جبهات الجوف وصعدة، كل الجبهات تشتعل ولا تترك الفرصة للحوثي أي فرصة أنه يلتقط الأنفاس أو يسحب قوة من منطقة إلى أخرى. هو طبعا يعني يسعده هذا أن تهدأ بعض الجبهات ليسحب منها قوات عسكرية، لكننا نتمنى أن لا تتحل هذه الفرصة وأن تشتعل كل الجبهات وأن يقاتل في كل الجبهات، وسيكون النصر قريبا إن شاء الله، خاصة إذا ما كما نقال كذا بالعميل نجانا الله من فيتو الكبار واستمرت العمليات بهذا الشكل، وأن لا يأتون بمشروع فاشل يسقطه الحوثي حينما يلتقط أنفاسه ليقاتل من جديد. شكرا جزيلا لك حضرة اللواء محسن خسروف الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثتنا من مأرب. مستمرون معكم في المساء وتتابعون بعد قليل. كركوك بؤرة نزاع متجدد بين بغداد وأربيل.